وفي حين تتعالى المطالبات الدولية ونداءات المنظمات حول العالم بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عناده وتحديه للعالم بمواصلة مخططاته لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية، ضارباً بالنداءات الدولية عرض الحائط. ووفق تقارير، قد يشهد غداً الاثنين عقد مباحثة ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن حول الهجوم البري المزمع على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وهي الزيارة التي كان مقرراً لها الانعقاد قبل أيام، غير أن صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون معارضة من الولايات المتحدة، دفع نتنياهو لتأجيل المباحثات الثنائية. تأتي هذه التحركات في ظل تساؤلات حول مدى قدرة واشنطن على إقناع تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لبحث سبل التواصل لتسوية سياسية تنهي الأزمة المشتعلة في قطاع غزة. فهل تستطيع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل لحل يوقف عملية الاقتحام الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية ويكون تمهيداً لوقف إطلاق فوري ودائم في قطاع غزة؟